انطلاقات متواصلة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، بانطلاقة المهرجان التراثي لعامه 2016 هنا على أرضية هذا الميدان، بانطلاقة سن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات، وشوطنا هو 27 في مجموع أشواطنا الصباحية لهذا اليوم. نذكر بانطلاقة المساء سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم بانطلاقة أشواط الرموز والأشواط المتميزة في هذا المساء الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. نسير مشاهدينا الكرام مع مجريات هذا الشوط، المحليات، الإبكار، اللقاية. نبدأ مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع من تتقدم الجموع، من تسيطر على زمام الشوط هنا على أرضية هذا الميدان. جائزة هذا الشوط عبارة عن أيضا جائزة نقدية للفائز بالمركز الأول. البداية والمقدمة مشاهدينا الكرام، هناك البداية والصدارة، زور على المركز الأول، أسلوب من علي بن ياسر اليحافي يقدم لنا زور على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز إنجاز، بدر بن راشد بن حميد المنصوري يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك حرب، ناصر بن صالح بن ترشوم العامري مع المركز الثالث والمركز الرابع، الرابع المراكز مشاهدينا الكرام. الوصول ايضا من مصيحة سهيل بن حمد بن دليلة بن لويع العامري مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز التسلل. هناك تتسلل مشاهدينا الكرام العنود، احمد بن خزع بالهركي العامري يتسلل الى البدايه من المركز الخامس الى البدايه مشاهدينا الكرام، ولكن الاسماء القادمه هناك والوصول على المركز السادس مشاهدينا الكرام تتقدم من خلاله. هناك من هو؟ احمد بن عتيق بن عطشان الهاملي يتقدم على المركز السادس. اما المركز السابع، سابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك ايضا يقين سيف بن راشد بن يمعة الظاهري مع المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز الشاهنية، سعيد بن محمد بن الشرقي العامري يتقدم على المركز الثامن. اما المركز التاسع، تاسع المراكز مشاهدينا الكرام، الوصول والانطلاقة في هذا التحدي الصباحي، هناك التقدم هناك مشاهدينا الكرام. راشد بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدم على المركز التاسع. اما المركز العاشر، عاشر المراكز مشاهدينا الكرام، هي الظفرة على المركز التاسع. المركز العاشر، عاشر المراكز مشاهدينا الكرام، الظبية سالم بن حمد بن شميل الراشدي على المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة في هذا التحدي. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة ونتابع المقدمة، نتابع الصدارة. هناك على المركز الأول سلهودة على الصدارة اللي غيرت البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط. سيف بن هلال بن هلال العليلي يتقدم على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، هناك الوصول أيضا من العنود، أحمد بن خزع بن هركي العامري على المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، مصيحة سهيل بن حمد بن دليلة بن لويع العامري يتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع، الرابع المراكز مشاهدينا الكرام من هو؟ أحمد بن عتيق بن عطشان الهاملي على المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز، هناك التقدم من الضبية سالم بن حمد بن شميل الراشدي يتقدم على المركز الخامس. أما المركز السابع،
السادس، سادس المراكز هناك أيضا الظفرة سيب بن غالب بن سلطان المنصوري مع المركز السادس والوصول والدخول من حجيمة سلطان بن نديلة بن سالم بن نايع النعيمي يتقدم على المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز هناك يقين سيب الراشد بن يمعة الظاهري مع المركز الثامن، أما المركز التاسع صوغة تاسعا سعيد بن صويلح بن سالم بن علوبة اللي عامري على المركز التاسع والمركز العاشر، عاشر المراكز مشاهدين الكرام فن محمد بن علي بن حفشة الاكتبي على المركز العاشر، هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة، ولكن نعود مع البداية الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة 800 متر أخيرة 800 متر تفصل عن ناموس هذا الشوط، سلهودة على المركز الأول سيب بن هلال بن هلال العليلي مسيطر على زمام الشوط، ولكن التسلل مشاهدينا الكرام من الضبية، الضبية تتقدم ومن الجانب الآخر الظفرة 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 مع بن غالب تسلل إلى البداية تسلل إلى الصدارة يا سلام الظفرة، سيب بن غالب بن سلطان المنصوري يتقدم على المركز الأول يتقدم على الصدارة، ولكن هناك الخطورة هناك الخطورة اللحظات الأخيرة اللحظات الله انطلق بن غالب انطلق بن غالب انطلق بن غالب، ولكن شوف التنافس الكوكب الثنائية الموقف خطير ولكن انجاز تتقدم، ولكن العنود تتسلل مع البداية العنود على الصدارة، احمد بن خزع بالهركي العامري سلام يا القطاع الجنوبي سلام على هذا الفوز وانتصار العنود بالمركز الاول، احمد بن خزع بالهركي العامري، المركز الثاني الظفرة سيب بن غالب السلطان المنصوري، اما المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الكرام الضبية سالم بن حمد بن شميل الراشدي، المركز الرابع دلمة سيب بن مطر بن مطوع بالهاشل الاكتبي، اما المركز الخامس مشاهدينا الكرام كانت فيها ايضا لثار من سلودة سيب بن هلال بن هلال العليلي، هكذا مشاهدينا الكرام كانت التحديات وكانت اللثارة في هذا الصباح متميز مشاهدينا الكرام، 7 دقائق 43 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار العنود احمد بن خزع بالهركي العامري وسلام يا العين سلام المركز الثاني، مشاهدينا الكرام 7 دقائق 44.5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس يا بن غالب على فوز الظفرة بالمركز الثاني سيب بن غالب بن سلطان المنصوري، المركز الثالث لحظات الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام الضبية سالم بن حمد بن شميل الراشدي 7 دقائق 48 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.